مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن العمل بأمر تنفيذي خاص بلبنان أصدره الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في الأول من أغسطس عام 2007. وبموجب هذا الأمر تفرض عقوبات أمريكية على من يهددون سيادة لبنان، ومنها تجميد الأموال والأصول المادية لأشخاص يقومون بأعمال تراها الولايات المتحدة مهددة لهذا البلد. وفي هذا الإطار قال الرئيس الأمريكي في رسالة وجهها إلى الكونغرس إن بعض الأنشطة المستمرة مثل وصلت إيران نقل الأسلحة إلى حزب الله والتي تشمل أنظمة أسلحة متطورة يقوض سياسة لبنان ويساهم في تعزيز حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، فضلا عن تشكيل تهديد كبير للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.